تحياتي حتى الان ميلان هو انشط فريق في ايطاليا من حيث الصفقات، خصوصا الصفقات اللي بترفع طموح الجماهير بامل استعاده اللقب، الصفقات اللي تخلصت بسرعه باسعار معقوله عشان ميلان يبدو جاهز من اجل موسم جيد. ميلان ما بده يتكرر خطا الموسم الماضي لانه الكل بيعرف الموسم الماضي لولا خصم نقاط يوفنتوس لميلان ما تاهل على دوري ابطال اوروبا في النهايه، وهو اللي كان حامل لقب قبل موسم، كان شيء مش جيد ابدا لإله. وبالتالي ميلان ما بده هذا الشيء بل بالعكس بده يفكر اكثر بالمنافسه على اللقب وحتى نفهم سوق انتقالات ميلان لازم نفهم اول شيء من رحل عنه رحل عنه ثلاث اسماء مهمه زلاتان ابراهيموفيتش اللي اساسا يعني الموسم الماضي تقريبا ما لعب ورحل عنه ابراهيم دياز واللي كان يخدم كجناح ولاعب وسط هجومي بعض الاحيان ولاعب مهم كان معهم الموسم الماضي وايضا رحل لاعب جدا 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 مهم اللي هو تونالي واللي تم بيعه بصفقه قياسيه لنيوكاسل يونايتد وتنالي يمثل جزء اساسي من يعني خلينا خط وسط ميلان، وفوق كل ذلك عندك اصابه بن ناصر اللي متوقع يتاخر عودته لنص الموسم تقريبا، يعني ميلان فعليا كان حيبدا الموسم المقبل بدون خط وسط، وبالتالي كان منطقيا سوق انتقالاته تبلش تفكر من خط الوسط، بدا الموضوع بالتعاقد مع لوفتس تشيك من تشيلسي ب 16 مليون يورو، وهذا لاعب في بعض المباريات كنت تشعر فيه بتشيلسي انه لاعب ممتاز، وبعض المباريات لا، عنده مشكله استقرار مستوى لكن عنده قوة بدنية مهمة جدا وعنده قتالية مهمة جدا ومع فارق المستوى بين الدوري الإنجليزي والإيطالي وفارق السرعة والكثافة بين الدوريين في رهان عند ميلان إنه هذا اللاعب يعطي زي ما أعطى أبراهام زي ما أعطى توموري لما جاءوا من إنجلترا وقبلهم جيرفينيو حتى لما راح روما لما جاءوا من إنجلترا وكان في تخوف إنهم ما راح ينجحوا لكن عملوا اشياء ممتازه في الدوري الايطالي لاعب بفوز كثير بالصراعات البدنيه لاعب ممكن يفيدك بافتكاك الكره لاعب ايضا متعدد المراكز لانه بلش وسط هجومي رجع للوسط وبعدين حتى فتره توخيل نتيجه الاصابات لعب على اليمين يعني فاهم ملعب كره القدم منيح وبالتالي ممكن يفيدك تكتيكيا اما الاسم الثاني فقد حقق نجاح وتاثير سريع قبل ما يوصل كريستيان بولزيج اللاعب الامريكي اللي اول ما وصل طلعت دراسات واحصائيات بتوريك تاثيره في المبيعات في امريكا 90% من مبيعات قمصان ميلان في امريكا كانت له اللي هي القمصان اللي عليها اسمه ليش لانه بولزيتش يعتبر اكثر لاعب امريكي ببيع قمصان اساسا ودائما في امريكا بيطلع اسمه من قائمه الاكثر مبيعا كانه سوبر ستار ونجم عالمي جدا بولزيتش لاعب ممكن يفرق كثير لو كان مش مصاب وموجود في ارض الملعب دائما لاعب ممكن يعطيك سرعه ممكن يعطيك قدره على التسجيل لاعب لو قدر ميلان يطلع نسخته الجيده حيكون فارق كثير في الدوري، حيكون قادر يسجل اهداف اكثر من دياز، حيكون لاعب جماهير ميلان حتحبه لانه عنده قدرات يفك اي دفاع لوحده، وهذا الشيء بس لو انه استعاد مستواه واستقر دون اصابات لانه هذا تحدي مهم جدا، ثم جاءت صفقه ثالثه، ريندرز من اركامار، وهذا اللاعب فعليا كان بتراقبه عده انديه ولو ترجعوا الأخبار اخر سنتين حتلقى اسمه عم بيطلع، نادي كذا نادي كذا بيراقبه. ميلان قدر يخلص معها لاعب مركز ثمانية لاعب بيقدر ينقل لك الكرة للأمام لاعب بيقدر يعمل لك التمريرة اللي بتبلش الهجم الحقيقي ولاعب بفيدك بتحضير اللعب كويس دفاعيا وبساهم هجوميا مسجل الموسم الماضي سبع أهداف وصانع 12 في كافة البطولات بالتالي ميلان براهن يكون ريندرز وتشيك بدلاء تونالي وبالناصر اللي حيتأخر بدايته في الموسم فهو أمن هذا التبديل ثم جلب بوليزيتش بدل ابراهيم دياز احنا لحد الان بنتكلم لاعب بلاعب كانه ولا شيء تغير بس مجرد لاعبين بدل لاعبين بس بعد شوي حنحكي عن القفزه الثانيه اللي عملها ميلان بس حتى واحنا بنحكي لاعب بلاعب ميلان عم بيبني خط وسط يبدو اقوى بدنيا اكثر قدره على اللعب بكثافه اكثر طبعا كان في صفقه صامته لها لوكا روميرو هذا لاعب شاب ارجنتيني عمره 18 سنه دقائق لعبه قليله فما بنقدر نحكم عليه من الان لكن ممكن يفيدهم بتسليكه بعض الدقائق في الموسم الاول حتى يثبت نفسه هو ممكن يطلع لاعب موهوب في كلام ايجابي عنه لكن لاعب ما لعب كثير حتى الان ما بنقدر نحكي عنه بنعرف اللعيبه الصغار بدك تستنى تشوفه بارض الملعب ميلان جلب هدول الاربع لاعبين ب 55 مليون يورو اقل من قيمه تونالي اللي راح لنيوكاسل اذا ميلان ظل معاه سيوله يمول صفقات اخرى ضل عنده مرونه يمول صفقات اخرى فشو عم بيعمل الان ميلان شبه حاسم لصفقه اوكافور مهاجم سالسبورغ المهاجم اللي بتميز انه بيقدر يسجل وبيقدر يصنع وبيقدر يلعب بالكرة وهذا مهاجم مش موجود في ميلان من سنوات طويلة وظهرت في الموسم الماضي حاجة ميلان لمهاجم من هذا النوع مهاجم بيلعب مش بس بيسجل بس في الصندوق أوكافور لو نجح حيشكل خط هجوم قوي لميلان لما يكون ورابو لزيتش على يساره الياو وممكن يكون على يمينه تشوكويزي اللاعب السريع لاعب فياريال القوي الشخصية المزعج بهاريا اللي لو جاء حيفرق كثير مع لياو حتى مش بس معاه نفسه لانه لما ياخذوا الضغط على اليمين حيخف الاعتماد شوي على الياو فحيكون اللاعب قادر يعني يلعب باريحيه اكثر ايضا الخصوم حيركزوا على الجهتين ما حيكون تركيزهم بس يعطلوا الياو فهذا حيفيدهم فتخيلوا انتم خط هجوم ميلان حيكون الموسم المقبل بشكل واضح اعلى مهاره اعلى لمسه على الكره وهون اعتقد في رغبة بانهم شافوا نابولي بنتيجة هذا الاسلوب الهجومي اللي فيه لمسة في الهجوم حابين يعتمدوا عليه بس طبعا لازم نكون واقعيين اذا لاحظتوا الصفقات الاولى اللي تكلمنا عنها فيها لو يعني لو لوفتس تشيك استقر مستواه وطلع الدور الايطالي له افضل من الانجليزي ولو بوليزيتش حافظ على نفسه بدنيا وما انصاب كثير ولو ريندرز طلع اللاعب الجيد اللي شفناه بهولندا قادر يلعب هيك بايطاليا، فيها لو كثير، تاني لازم نصبر، بس اللي بصير على الورق صح، اللي بصير نظريا ممتاز، بس لازم نشوف النتائج، لو طلع جواب لو، دائما نعم ايجابيه لصالح ميلان، ميلان حيكون قوه مختلفه الموسم المقبل في الدوري الايطالي، حيكون فريق قوي، متماسك، سريع، مسيطر، وما بعرف لو حيرجع كمان يجيب يونس موسى على خط الوسط، حيكون فريق كامل. بس هو حتى الان الفريق كامل بشكل او باخر ويكفي انه جدد عقد لياو وحافظ على تيو هرنانديز فالجبهه اليسرى اللي كانت اساس قوته اخر السنين موجوده مستمره ما تقارن جوده اللاعبين في ميلان بجوده والله فرق مانشستر سيتي والانديه الانجليزيه اللي معها فلوس او ريال مدريد هذول وضعهم المادي مختلف قارنوا بالمنافسين في ايطاليا حتلقى انه عندهم فرصه كبيره لو نجحت هاي الصفقات يجيبوا الدوري ويستعدوه ليش لانه ببساطه نابولي شبه يعني تفكك طلع سباليتي ايه طلع كم من جاي. وضع اسمين مش واضح لحد الان المدرب اللي جاء غارسيا مش مدرب القاب في الماضي إيه بتيجي تتكلم عن اليوفي لحد الان ما حدش عارف شو بده يعمل إيه ايضا يوفي ضايع له سنتين مع اليجري تروح على الانتر خسر اونانا وصار عنده مشكله لوكاكو اللي ممكن يروح لليوفي هيك يعني بطريقه غريبه جدا يعني بصراحه إيه يعني غريبه منه هو نفسه لوكاكو لانه الانتر النادي الوحيد اللي امن فيه بفتره من الفترات إيه بتصير يعني انه هدول مش مستقرين روما حجم صفقاته اقل شوي لانه مشان ظروفه يعني الماديه بشكل او باخر فيعني في ميلان هو اكثر استقرارا من الاخرين اصلا قوام الفريق مستمر له سنين مع بعض وبالعاده الفرق اللي بتكمل مع بعض بيجيها موسم مثالي لما يكونوا لاعبين إلهم مع بعض كثير صح الان حيتغير شوي في خط الوسط لكن هذا الخط الوسط لو انسجم بسرعه مع الفريق حنشوف قوه جيده حتى الان عمل ميلان في السوق ممتاز فاقد توقعات صراحه وبهدوء يعني ما بتشوفش في ضجه اعلاميه عليه كثير ربما لانه جاء الدوري السعودي واخذ الاضواء من الجميع بنوصل هنا لنهايه هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمه الله